في ام بتسال على السوشيال ميديا عندها طفلها ربنا يخليه لها عنده رب. انيميا الفول. ولازم عايز افهم يعني ايه انيميا الفول دي بكل المقوليات وطبعا نفسه مقفول عن الاكل وما يعني هزيل ده حقيقي للاسف هي انيميا الفول المشكله ان بيحصل تكسير لخلايا الدم الحمراء ميرسي يا شيف تسلم ايدك اتفضل ده ممكن حضرتك دي معاك دي هديه قيمه جدا مجال. دي هديه قيمه جدا اتفضل انيميا الفول بتحصل نتيجه بيحصل في مرحله معينه تكسير لكرات الدم الحمراء فطبعا بيبقى الوضع سيء جدا وضع الدم بيبقى حالته سيئه جدا ممكن بعض الاطفال بيتنقل لهم دم للاسف لو الحاله حاده فطبعا انيميا الفول لازم نبتعد عن البقوليات تماما خلاص هو بيبقى ممنوع عن البقوليات كمان بيحصل حاله زي تضخم في الطحال كمان فموضوع انيميا الفول لازم يبقى فيه رعايه طبيه باستمرار ما ينفعش ياكل اي حاجه فيها بقوليات طب انيميا الفول يعني اكل فول في سن الطفوله واكل فول في سن صغير ولازم نشرح للساده المشاهدين جات الانيميا الفول منين اكل فول في سن صغير وبكميات كبيره حلو طيب. او كميات كبيره بقوليات بشكل يعني عام يعني سبناه واحنا بنفطر الصبح حط ايده في طبق الفول وحف شويه مسك طعميه وكلها ونفرح احنا نقول الواد بياكل بقى طالع لابوه بالظبط كده كل طعميه مثلا كل طعميه يمسك الطعميه وياكل الواد طالع لابوه الجو ده كله مش عايزينه لا طبعا حل. عشان نحافظ على صحه اولادنا لانها بتفضل تقريبا يعني هو ممكن يخف طب بعد كده اكل فول واكل طعميه برضه عشان كده بيحصل في الريف المصري في المصري والام هنا حريصه وبعامل عمليه توازن يعني بياكل تفاحيه بياكل عنب زي اولاد الريف يعني احنا الانمي دي ما سمعناش عنها غير من 20 سنه و 15 سنه ده حقيقي فما كانش الامور عاديه بيشرب لبن بياكل قشطه الدنيا حلوه حلو كده مفيش انيميا الفول مفيش انيميا طالما ما ظهرش عليه اعراض الانيميا اعراض الانيميا عايزه توازن غذائي عايزه توازن غذائي انيميا الفول بيحصل ان البول بيبقى لونه زي الشاي عند الطفل نتيجه تكسير الدم في جسمه الله يعني ممكن تعرفي من بول الطفل ان هو عنده انيميا بيبقى لونه زي الشاي بالظبط زي الشاي بالظبط انيميا الفول انيميا الفول انيميا الفول بالتحديد يا ساتر